تتحضر بريطانيا لتتويج ملكها الجديد تشارلز الثالث بمراسم تاريخية ترتبط بإرث عمر يتجاوز 1000 عام. للمزيد مباشرة أتوجه إلى لندن، معي من هناك أنور القاسم الكاتب الصحفي. أستاذ أنور أهلا بك. بريطانيا اليوم مختلفة، تستعد على قدم وساق. لو أن نتعرف من خلالك أستاذ أنور عن خطط حفل التتويج الملك تشارلز الثالث. يعني اولا هو سيكون تتويجا تاريخيا كما يعني علمنا، وكما ايضا كانت كل ما يخص الملكية في بريطانيا يحظى باهتمام دولي، وايضا هناك مساع لاظهار الملك الجديد على انه امتداد لهذا الارث التاريخي الذي تفضلت عنه وتحدثت عنه والذي يتجاوز او يصل الى 1000 عام. الآن هذا الاحتفال عفوا هذه المراسم الكبيرة ستبدأ، طبعا هي بدأت منذ بداية هذا الشهر التحضيرات لهذه المراسم، بل هي عمليا يعني بدأت منذ بداية هذا العام أو مباشرة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. سيتم دعوة 205 أشخاص من القيادات، قيادات العالم، كل رؤساء العالم والملوك والقيادات الكبيرة. أيضا سيتم دعوة بحدود 400 شخصية تاريخية وحاصلين على جوائز كبيرة عبر العالم. طبعا سيكون الاحتفال تاريخيا بكل ما تعنيه الكلمة استحضار لتاريخ الملكية، سواء من ناحية العروض الملكية، العربات المذهبة الملكية، الخيول الملكية، أيضا المراسم التي اتصفت بها والأزياء التي تتصف بها المملكة المتحدة. طبعا هناك أيضا سيكون هي مناسبة لأن تظهر العائلة المالكة بنوع من التماسك. كما نعلم العائلة تعاني حقيقة من فراط في عقدها، سواء بالنسبة للأبناء أو للأعمام أو لبعض أعضاء الأسرة المالكة. أيضا هناك مطالب جديدة في المجتمع البريطاني وفي المستعمرات البريطانية السابقة يعني بالدفع لحصول تغيير بالملكية أو بمسميات الملكية. إذا هذا يعني هذا التاريخ الذي يعتمد فيه البريطانيون حاكما جديدا فعليا ورسميا يوم السبت سيكون حقيقة يعني مناسبا لهم أيضا كي يقدموا الولاء للملك الجديد. هذا ما يتمناه الملك تشارلز الثالث، يريد أن يسمع من الجمهور البريطاني الدعوات أو الدعوات له بطول العمر كما ينص التقليد الملكي، وأيضا بالطاعة للملك الجديد. نعم أستاذ أنور، يعني في كل ما تذكره وما ننتظره من حفل التتويج في ويستمنستر أبي، هناك تاريخ، هناك رمزية وتقاليد قديمة، سواء من حيث التاج، من حيث ما سيرتديه الملك في حفل تتويجه وهو والملكة القرينة حيث يجلس، كذلك قصة كرسي التتويج الذي يمتد إلى في عمره إلى 700 عام. لماذا هذا الكرسي؟ يعني حقيقة له يعني هذا له مكانة خاصة ورمزية كبيرة في التاريخ الملكي، حافظت عليه الملكة أو الملوك الذين قدموا أو الذين توجوا على رأس السلطة في بريطانيا، حافظوا على هذا التقليد باعتباره امتدادا. البريطانيون مهووسون، خاصة العائلات المالكة في بريطانيا أو الطبقات الأرستقراطية، يعني مهووسون حقيقة بالتقليد ومهووسون أيضا بالقدم، وبالتالي بإظهار أن المملكة قديمة بشكل كبير جدا، وبالتالي لديها أعراف وتقاليد قديمة. هذه العربة حقيقة والتي استخدمتها الملكة إليزابيث الثانية أيضا يعني أعادتها من التاريخ. الآن سيعيدها الملك الجديد تشارلز الثالث، رغم أنها ثقيلة جدا، أيضا غير مريحة باعتبار أنها صممت، نحن نتحدث عن 700 عام،
يعني صممت لذلك لعصر ليس كالعصر الذي نحيا به، لا من خلال السعة ولا من خلال أيضا الأثاث الموجود بها، وأيضا ولا أيضا من خلال الإنارة، لكنها تم عصرنتها بشكل أو بآخر مع المحافظة على الهيكل، هيكل هذه العربة الضخمة الكبيرة التي تجرها مجموعة من الخيول البريطانية التقليدية المعروفة السوداء، طبعا مع بعض مع بعض التقاليد أن تمر هذه العربة أمام الجمهور الذي سيوجه التحية للملك حينما يطل من خلالها. لكن أيضا يجب التنويه لنقطة مهمة جدا، أن الملك حقيقة وهو يعني من المناصرين للحفاظ على البيئة سيرتدي زي ملك قديم، هذه لم تحصل في المناسبات البريطانية، يعني سيستحضر زيا قديما لأحد الملوك البريطانيين وسيرتديه بنفسه، أي لا يريد تجديدا في الملكية على الأقل من ناحية اللباس ومن ناحية التقاليد الشكلية. طب ورسالته في هذا الإطار أستاذ أنور؟ يعني طبعا هو يجب الاعتراف أن الملك الجديد يختلف عن ملوك بريطانيا السابقين، يجب أيضا أن نعلم أنه أطول، يعني هو انتظر أطول فترة ممكنة، يعني بتاريخ بريطانيا لم يحصل، حتى في تاريخ الملكية لم ينتظر أحد 70 عاما كي يصبح ملكا كما انتظر الملك تشارلز، انتظر والدته التي حكمت 70 عاما ليعتلي العرش. هو يحمل صفات مختلفة، هو يعني متحدث لبق لكنه لاذع، ينتقد بشكل علني وهذه ليست من صفات الحكم في بريطانيا. أيضا هو شخص معروف عنه يعني حضور الكثير من المناسبات، الآن حينما أصبح ملكا سيتعذر عليه أن يسير في هذا الاتجاه. أيضا هو شديد وصارم، وهذا واضح حتى الآن من خلال مثلا الخلاف الذي نشب بينه وبين نجله الأمير هاري. أيضا هو معروف عنه على المستوى الدولي بأنه يريد التغيير، هو وجه مقبول دوليا رغم أن شعبيته لا تضاهي حقيقة شعبية الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. طيب هاري، الأمير هاري وخاصة بعد كتابه الذي أثار جدلا واسعا، سيحضر مع زوجته؟ نعم هذا صحيح، هو حديث حقيقة المجتمع في بريطانيا هنا، الحديث المهم حقيقة أنه كيف يستطيع الملك الجديد أن يوحد هذه الأسرة المنقسمة. لا ننسى أن فضائح كبيرة أو مياه كثيرة سالت حقيقة في، وأقلام كثيرة كتبت عن الخفايا التي تحكم القصر الملكي. أيضا هناك مشكلة أخرى، شقيق الملك أندرو المتهم باعتداءات جنسية، أيضا هذه المشكلة لم تحل حتى الآن. أمام الملك حقيقة الكثير كي يوحد العائلة خلفه قبل أن يوحد حقيقة أيضا البريطانيين خلف العرش. أنا أشكرك من لندن أنور القاسم الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.